مرحبا بكم يا أصدقائي الحلوين على قناة سايب لاي، وأحبكم كثيرا يا متابعيني الحلوين. سأشرح لكم حركة وضع الرأس على كتف الشخص الآخر. والآن يا أصدقائي المبدعين، قبل أن أعلمكم الطريقة، اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس واللايك. والآن سأعرض لكم مقطع صغير. الجو ممطر الليلة. ياهو، يا سلام، إنه يوم جميل جدا. سألعب كثيرا تحت المطر. واو، غيوم كثيفة جدا والجو جميل. أحب المطر كثيرا. يا سلام، أسمع صوت سايب لاي تلعب تحت المطر. أنا أحب سايب لاي كثيرا، إنني معجبا بها، لكن هي لا تعلم أنني أحبها. سوف أنظر إليها مع فتحة الجدار. انظروا إليها، إنها سعيدة بالمطر كثيرا. كم هي لطيفة جدا، لقد وقعت في حبها. كيف أجعلها تحضني يا ترى؟ ياهو، وقفت تحت المطر جميلا للغاية. ياهو، أريد أن أفعل شيئا لطيفا من أجلها لكي تقع في حبي. سوف يقتل المطر بغزارة بعد قليل. أعمل ألا تمرق. يا سلام، ياهو، إنني سعيدة جدا. حسنا، لقد تعبت كثيرا من القفز تحت قطرات المطر. سأستريح الآن على الكرسي. المطر أصبح يقتل بغزارة. يا إلهي، لقد جلست على الكرسي ولم تذهب للمنزل. المطر يهطل بغزارة، سوف تمرض إذا بقيت كثيرا هنا. لكن جاءت لي فكرة رائعة لكي تقع في حبي. حسنا، سأحضر المظلة وأذهب إليها. حسنا، ها هي المظلة، سأذهب إليها. سأتظاهر بأنني أتمشى فقط. لاي لاي، المطر جميل. لاي 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 لاي. أوه، أنت هنا يا سايب لاي. أهلا بك يا سايب لاي. أهلا بك مارك. كنت أتمشى في المطر، بالصدفة رأيتك جالسة هنا. هل تحب المطر مثلي؟ نعم، أحب المطر كثيرا، لقد قفزت كثيرا تحت المطر. حقا، وأنا أيضا كنت أقفز قبل قليل. واو، كنا نفعل نفس الشيء، نحن متشابهان كثيرا. لكنك جالسة بدون مظلة، سوف تمرضي من المطر. ما رأيك أن نتقاسم المظلة معا؟ حسنا. لا أريدك أن تمرضي يا سيد لين. شكرا مارك، لقد ذكرتني عندما كنت طفلة، قالت لي أمي لا تلعبي بالمطر كثيرا، سوف تمرضي. ثم ذهبت لتشتري الطعام، وأنا استغلت الفرصة لأن أمي ذهبت للتسوق، ولعبت كثيرا في المطر. كان الجو بارد جدا في ذلك اليوم. هل أنت فتاة مشاكسة في صغرك؟ نعم، أنا مشاكسة جدا، حتى إنهم أسموني الفتاة الشريرة، لكني لطيفة لا تصدقهم. لا 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 أصدقهم، أنت لطيفة وجميلة جدا. شكرا لك يا مارك. أشعر أنك متعبة من اللعب، هل هذا صحيح؟ نعم، أشعر بالتعب قليلا، لقد قفزت تحت المطر كثيرا. يمكنك أن ترتاحي قليلا، ضعي رأسك على كتفي. حقا، شكرا لك مارك، أنت لطيف جدا. يا إلهي، لقد نومت على كتفي، أنا خجول جدا. كم أنا سعيد جدا، أريد هذه السعادة تدوم كثيرا. يا كم أنا محظوظ جدا. ماذا حدث لوجه مارك؟
إنه مضحك للغاية. هل هو يفكر بشيء مضحك حدث له؟ هيهي، لا أستطيع تخيل هذا. هي خجولة مثلي، بل يقل أن خطتي نجحت ووقعت في حبي. ما أروعها. هيا يا أصدقائي نفعل الطريق معا. مارك، هيا معي نشرح الطريق لأصدقائي المبدعين. نفعل الطريقة مرة أخرى. حسناً، هيا هيا، أنا مستعد.
رأيكم يا أصدقائي؟ هل أعجبكم ذلك؟ يمكنكم إنتاج فيلم رائع. وشكراً للمشاهدة يا أصدقائي المبدعين. أراكم غداً بإذن الله في تعليمات وقصص جديدة. وأحبكم كثيراً يا أصدقائي الأعزاء. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللايك. أي تعليمات وقصص جديدة اكتبوا لي بالتعليقات. وإلى اللقاء.